كابتن لو مجدي اهلا بيك. اهلا بحضرتك، اهلا بيكم، نورنا. تحب تقول ايه بس قبل ما ننتقل؟ طبعا عندنا تقرير هنشوفه عن نادي الاهلي، نادي الوطنيه، وازاي كان نادي الاهلي والحقيقه في التوقيت ده كان بيقوم بدور اكثر من رائع، ودعما طبعا للقوات المسلحه وللمجهود الحربي في هذا التوقيت. بس عايزه اسمع طبعا كلمه في البدايه من لواء مجدي. كل سنه وانتم طيبين، وحضرتك طيب، والشعب المصري البطل طيب، لان الشعب المصري ملحمه اكتوبر دي ما كانتش قوات مسلحه بس، لا ده كافح وناضل وضحى فيها الشعب المصري كامل. احنا عشنا الاجواء دي او رجع للاجواء دي، طبعا معلش مع فارق السن طبعا، لا كان الشعب المصري عانى كثيرا وباصرار وجد يعني بدون اي ملل عشان خاطر يقدر، او كلل عشان خاطر يقدر يحقق المهمه والهدف اللي هو كان اللي هو استعاده الارض والكرامه اللي كانت صحيح، خاصة بعد 67. نعم، وبعد 67 فكانت ملحمة من الشعب المصري، ملحمة شعبية فيه. شعبية صحيح، مش جيش بس، لكن لا طبعا هو دايما بيقولوا مصر يعني شعب مصر هو جيش يعني دايما. لا هو ما فيش، تسمح لي يعني يا مجدي، اتفضل. انا من الناس اللي دايما اقول ايه يا جماعة، ما فيش حاجة اسمها جيش وشعب. ما هو مين الجيش يا هاني؟ هو شعب، شعب المصري. ما هو بناخد شوية من شباب مصر ندخلهم الجيش، نجهزهم ونقول لهم انتم مسؤولين ازاي تحموا بلدكم وارضكم وناسكم، يقضوا دورهم، بيخرجوا بيجي شويه شباب تاني. اي ان هناك ما فيش فاصل ما بين الجيش والشعب الا ان هي المسؤوليه فقط، مسؤوليه مجموعه من البشر بيبقوا مسؤولين يحموا الباقي. صحيح، فما فيش فاصل. المجموعه دي مننا مننا مننا. فحته مصر بتتميز ان ما فيش حاجه اسمها فاصل ما بين الجيش والشعب. دي كلمة مهمة. جيشه مصر هو شعبه، هو شعب مصر وابناء مصر.